لأنه أقسم أن يلحق بقافلة الشهداء، واليوم نزرع جسده الطاهر في هذه الحديقة، الحديقة التي تشع نورا وإيمانا ويقينا وثباتا لجميع القوات الواقفة على الأرض. هم السابقون، ونحن عاهدنا وأقسمنا أن نمشي على دربهم حتى آخر قطرة دم فينا. تحية لكم يا من تنحني الشمس خجلا من شموخ أرواحكم، ها نحن اليوم نزف شهيدا ضحى بروحه ودمائه كي يبقى الوطن شامخا في وجه كل من تآمر عليه. نجدد عهدنا مع الشهداء بالمحافظة على إرثكم والسير على خطاكم، وختاما نقر التعازي لنا ولشعبنا ولذوي الشهيد الصبر والسلوان. وذهب العديد من الضحايا ومن الشهداء ومن المدنيين الأبرياء، والتخريب الكبير الذي لحق في البنى التحتية، فكانت أخلاقنا كإدارة ذاتية لشمال وشرق سوريا وكافة الإدارات وأهل مناطق شمال وشرق سوريا، كانت أخلاقنا من الساعة الأولى بأننا مددنا يد العون لمن احتاجها للعون، ووجهنا القوافل الإنسانية والطبية والمواد اللوجستية إلى تلك المناطق، لكن تعنت دولة الاحتلال التركي ومرتزقته للأسف حال دون وصول تلك المساعدات بوقتها الضروري إلى مستحقينها. هذه هي أخلاقنا، لكن ماذا كان رد ثقافتهم التي يحملونها؟ كان ردهم بمتابعة ممارساتهم التعسفية إلى مناطق شمال وشرق سوريا، فلم يقفوا على استهداف المدنيين بالطيارات المسيرة ولا بالقصف على مناطقنا، حتى كان شهيدنا وسام هو آخر الشهداء منذ عدة أيام. تاريخ الانتساب تل أبيض 15/12/2022، مكان وتاريخ الاستشهاد.